أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه: اللهم صل على محمد، بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وواجباتها ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، فإذا ترك شيء منها عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. والأركان هي بمنزلة الفروض من الوضوء، فإن ما يتركب منه الشيء يسمى أركانا، وكان حقيقا أن تسمى أركان الوضوء أركانا، لكن الحنابلة وجماعة من الفقهاء عدلوا عن هذا فسموا أركان الوضوء فروضا لانتظام فرضها بأمر واحد في آية واحدة من القرآن، لانتظام فرضها بأمر واحد في آية واحدة من القرآن هي آية الوضوء. الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا، ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، فإذا ترك شيء منها عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن، ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها أركان الصلاة، فقال: فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، وقيد الفرض مخرج ركنيته في النفل، فليس القيام في النفل ركنا، فلو صلى متنفلا قاعدا ولو لغير علة صحت صلاته وكانت على النصف من صلاة القائم. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، وهو قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. قال: وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه، بحيث يجد أثر صوته في أذنه ويميزه، بحيث يجد أثر صوته في أذنه ويميزه. وعن الإمام أحمد رواية الثانية هي الراجحة أنه يكفيه حركته بالأحرف، فإذا تحرك لسانه
شفتاه بالأحرف ولو لم يسمع نفسه كان هذا كافيا. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا بعد أول ركوع ورفع في خسوف وكسوف في كل ركعة. واستثنى الحنابلة من ذلك ركوعا ورفعا منه بعد ركوع أول في كسوف وخسوف. فالركوع والرفع الذي يكون ركنا في صلاة الخسوف والكسوف هو الذي يكون في أول ركوع ورفع في الركعة، وأما الثاني فإنه زائد. والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع جلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد دون بقية الصلاة الإبراهيمية ولو على آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال بعد ما يجزئ من التشهد الأول، فيأتي بالمجزئ من التشهد الأول ثم يزيد عليه اللهم صل على محمد. والمجزئ عند الحنابلة هو قول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والصحيح أن المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي ليس غير. والصحيح أن المجزئ هو الوارد في اللفظ النبوي ليس غير. وفقهاء الحنابلة عمدوا إلى اختصار جمله وفق ما ذكروه، فيأتي بالوارد في التشهد باللفظ النبوي ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بما صح عنه من ألفاظ الصلاة التي رواها أصحابه كابن مسعود وابن عباس وكعب بن عجرة وغيرهم. والثاني عشر الجلوس له أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. والراجح أن الركن منهما هي التسليمة الأولى. ونقل أبو الفرج بن رجب إجماع الصحابة على ذلك. وذكر ابن المنذر الإجماع على صحة صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة، قال ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. فالجنازة والنفل يكفي فيهما أن يسلم تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة وأنها ثمانية. الأول تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهو كل تكبير عدا تكبيرة الإحرام، وهو كل تكبير في الصلاة عدا تكبيرة الإحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد عند الرفع من الركوع. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، يقولها الإمام والمنفرد حال اعتدالهما، ويقولها المأموم حال ارتفاعه، ويقوله المأموم حال ارتفاعه. والراجح أن المأموم مثلهما، يقوله حال اعتداله، يقوله حال اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له أي للتشهد الأخير. وما بقي سوى الأركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة فهو سنن الصلاة، هذا معنى قوله وأما سننها فما بقي من صفتها، أي ما بقي من الصفة الشرعية سوى ما تقدم في الأركان والواجبات فإنه يسمى سنة.